وحائز وحائز. لكن من هو الحائز حاليا؟ المركز الثاني يعود البطل هشام روسي عصبة الحوسة سيفت. وهنيئا للبطل مصطفى بودن. سعيد الماس يسلم الجائزة للبطل هشام روسي. وعبد الحق بروشي مدرب وطني يسلم الكأس والجائزة والميدالية والشهادة للبطل مصطفى بودن صاحب مركز أول فئة أقل من 90. بعد قليل ساعة الحسم بطل أبطال مع أبطال عن كل فئة.